صباح الخير. بنهاية الأسبوع اشتباك دبلوماسي، احتفال بعيد قوى الأمن ومليونية القدس الدموية، ومع بداية الأسبوع مسودة حكومية بالحصص والحقائب قبل غربلة الأسماء. دخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين القائمة السوداء للوزير الصهر، والعقوبات الباسلية ما بتلزم إلا صاحبها بحكومة تصريف الأعمال. وبعز الاشتباكات السياسية والفراغات الوزارية بتبقى قوى الأمن الداخلي بعيدة 157 العين الساهرة على المواطن من جيل لجيل. وبعز الاشتباكات السياسية والملفات العالقة من تشكيل حكومة ومراسيم مشكوك بأمرها، بتبقى الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطن بعيدة عن التداول. ارتفاع الأسعار بيبدأ بالمحروقات والمواد الغذائية ليشمل كل السلع، وما بينتهي بالأدوية، لا حسيب ولا رقيب. السوق السوداء بعزة، وأسعار أدوية الأمراض المستعصية بتتضاعف بالسوق اللبناني. شو هي أسباب فروقات الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطن، ومين المسؤول؟ تقرير بيلقي الضوء للزميل خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. قد لا يشعر اللي بيشتري دواء عند الحاجة بارتفاع الأسعار، على عكس أصحاب الأمراض المزمنة اللي بيدفعوا شهريا مبالغ كبيرة لتأمين علاجاتهم، الأمر اللي عم يدفع الكتار من المواطنين لشراء هالأدوية من الخارج، حيث تنخفض أسعارها لأقل من النص، غاضين النظر عن جودتها وعما إذا كانت أصلية أم مزورة. بدفع شهريا على 150 ألف. 150 ألف. على الضغط وللكوليسترول للسكري. باخذ منه في ادوية غالية كتير ماشي الحال. قد بتدفع بالشهر؟ شي 260 ألف. يعني بدك تحكي عند بالعائلة، يعني انا ما على حسابي مبدئيا بدفع لي شي حدود شي 250 دولار يعني شهريا. يعني اوكي، ادوية للصغار وللكبار. ايه عم تسمع انه برا في دواء حقه على الأد، تجي لهون ضرب 10. صرنا عم نوصي حدا من برا يجيب لنا الدواء. اكيد في ادويه عم جيبها حمايه للمعده بتركيا ارخص بكثير، وفي عندي يعني هون ما راح اذكر اسم الدواء، يعني هون مثلا ب 45 ألف، بتركيا 10 ألف. دخيلك لك دخيلك. انا سوري، حق دواية 370 ألف للقلب عنا بلاش. أكثر من سبب لفروقات الأسعار بين لبنان والخارج، وبحسب الصيادلة فإن السعر بيرتبط بوزارة الصحة، وعليها بتوقع مسؤولية مراقبة الأسعار وإصدار جداول شهرية أو سنوية بالأسعار الجديدة. بالأسعار الدولة أكيد وزارة الصحة بتراقب الأسعار، وهي بتراقبهم حسب أسعار بلد المنشأ. يعني في دائما كل سنة في مراجعة لأسعار، قديش إذا السعر بلد المنشأ نزل سعره الدواء عنا مجبور ينزل سعره، في فترة معينة خلالها الوكيل بده يلتزم وينزل السعر. احيانا الدواء بيكون مدعوم من الدوله بتدعمه للدواء بيرخص سعره، يعني مشان هيك بيكون معنا. جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة على 17 نوع دواء من الأكثر طلبا للأمراض المزمنة، وقارنتها مع أسعارها ببلد المنشأ وتحديدا بفرنسا وبلجيكا، مستعملين الأسعار الرسمية اللي بتصدر عن وزارة الصحة، فأتت النتيجة صادمة وغير مبررة. بالمقارنة تبين لنا أنه فعلا الأسعار هي تصل أحيانا، يعني اللي حاطينهم بين 250% زيادة ل 760% زيادة، يعني عم تحكي 7 أضعاف، 6 أضعاف، 4 أضعاف، 3 أضعاف اليوم عن سعره ببلد المنشأ وبأوروبا. بيقول الوزير انه من شيل من السوق، لا ما شيلوها من الجدول. سؤال، اذا موجود بعضها مش موجود بالسوق، لا بعضها على الجدول. تأمين الدواء اللي يعتبر أبسط حقوق الإنسان ما عاد موجود، وعليه تنصح جمعية المستهلك المواطنين بشراء الأدوية الجينيريك اللي عندها ذات المفعول وبأسعار أقل.
منتابع حلقتنا وضمن النشاطات الثقافية رح نبقى مع مهرجان كابريولي فيلم فاستيفال بدورته العشرة يلي شهده درج مرن أولى بالجميزة. مهرجان بيتم خلاله عرض أفلام قصيرة لبنانية وعالمية لطلاب متخرجين وسينمائيين وتقرير عن النسخة العشرة. بدنا نكمل. كيف بدنا نكمل بعد اللي صار؟ وليد ما صار له كم يوم ميت، أكيد لا. طب على القليل أعطونا شوية وقت. فكركم رح يتركونا بحالنا؟ أنا صراحة مش مستعدة أخسر حياتي. بس هيك ما رح نوصل لها. شو يعني بفهم منك بدك تخاطب الفرقة؟ شباب صبايا، الموضوع فكر، ما بقى حدا يحكي فيه. من أكثر من 10 سنوات طلق بمبادرة فردية ومنعشق للثقافة، السينما والتراث. نشأ كفكرة صغيرة وكمهرجان صغير وبسيط ليتطور سنة بعد سنة، يكبر ويتحول إلى واحد من أهم المهرجانات العربية المتخصصة بالأفلام القصيرة. مهرجان كابريولي فيلم فاستيفال، المهرجان الوحيد المجاني وبالهوى الطلق اللي حلم فيه إبراهيم سماحة وحققه، واللي احتفل السنة بسنته العاشرة مع موضوع الحرية أو فريدوم، احتفاء بحرية التعبير، حرية الفرد، حرية الأفلام والمكان. فعلى درجة الجميزة عرض المهرجان أكثر من 200 فيلم لبناني وعالمي. بعد كل اللي قطعنا فيه بدنا نترك؟ بدنا نستسلم؟ ليه؟ ما اشتغلنا أشهر من التعب والسهر وسميت البدن كرمال نتراجع هلا؟ مش هيدا اللي عملنا فيه. كانوا عم بيقولوا لي انه الحريه هي بخطر، هي مش مزبوط بخطر طالما في جنود هن حامينا بلبنان، وهي الفستيفال هو من اساس الحريات تيعبر عن كل المخرجين. عمل حشريه انه نشوف كل مخرج كيف رح يترجم التام بحسب ثقافته، بحسب تفكيره، بحسب التالون اللي عنده اياه. نحن عندنا مثل اتفاق معهم، نحن بنمثل الافلام القصيره اللبنانيه برا، بنبعث لهم الافلام من عنا من لبنان، وهن بيبعثوا لنا افضل الافلام اللي بتكون عندهم حسب الثيم. خلال 3 أيام متتالية خرجت السينما من إطارها المعتاد، من صالات السينما المغلقة لتنتقل نحو الناس وتنقل قصصها العديدة المتعلقة بموضوع الحرية، ولتكون السنة العاشرة لمهرجان كابريولي فيلم فاستيفال سنة مميزة باختيار الأفلام، الموضوع والعنوان. فعلا هو متميز إن كان من ناحية المكان وإن كان حتى من ناحية السلكشن أو اختيار الأفلام اللي عم تكون فعلا مثل ما بيقولوا باقة من أهم الأفلام القصيرة اللبنانية لطلاب جدا مميزين. وكثير ناس غيرة صرنا لويال فانز كابريولي فيلم فاستيفال، صرنا بننطره عن جد كل سنه، بننطر الافلام، بننطر عم نشوف شو في جديد، ان كان كسيتنج على الدرج هون لانه هيدا التايم لفريدم، بنفس الوقت بنصير ننطر الافلام الجديد سبيشلي القصص الانترناشونال عم تنعرض. فيلم هو تيك ماي هاند، كثير بيهمني هالسنه انه فيلم مشترك بكابريولي، لانه سبيشلي كابريولي هالسنه الثيم تبعه هو الفريدم، فانا فيلم ما فيه شيء ممنوع كرولز اند ريجوليشن، بس فيلم بيحكي عن الفريدم. فيلم اسمه فولينج لايت ستارا، وهو هالسنة مشارك بسنة العاشرة لكابريولي فيلم فاستيفال، وفيلم كمان بيحكي عن حرية الفن وحرية التعبير عن حالهم. واللي حلو بهذا الفستيفال انه هو عم ينعرض بوسط بيروت بالهواء الطلق، والاودينس كل اللي بيجوا عم بيجوا بس كمان يحضروا موفيز، هذا الشيء كتير حلو. We'll be right back.
بمبادرة من جمعية حياة حرة بلا تدخين، تم إطلاق الحملة الوطنية لتطبيق القانون 174 يلي بنص على منع التدخين بالأماكن العامة. هالحملة أتت بمشاركة عدد من المدارس والطلاب من خلال مشاريع عنوانها مكافحة التدخين، وكل التفاصيل رح نشوفها سوا بهالتقرير مع الزميلة رويدة الصفدي. هو التدخين يفتك بالحنايا ويلقي في نياط القلب جمرا، ويبدأه الفتى في نوع زهو يروم بشربه كبرا وفخرا، فيسري في الدم يوما فيوما ويملك قلبه قيدا وأسرا. فهل هو عاقل من بات فعلا يشق لنفسه في الأرض قبرا؟ قلبي مولع بالتدخين، صعب بطل هالعادي، بدم بيجري النيكوتين وكل لحظة بحك بكيان. هي آفة اجتماعية تفتك بالمجتمع بدءا من أصغر فئات العمرية إلى أكبرها. هو التدخين المرض القاتل والخارج عن أي سلطة أو قانون. فبمناسبة اليوم العالمي لمكافحته أطلقت جمعية حياة حرة بلا تدخين الحملة الوطنية لتطبيق قانون 174 يلي بنص على منع التدخين في الأماكن العامة. ولكن هل من مجيب؟ منذ السنوات الأخيرة اتجهنا كمان إلى دعم إقرار قانون بمجلس النواب اللي هو القانون 174 اللي هو بيمنع التدخين بالأماكن العامة، وتفاجأنا إنه ما هالقانون مثل كثير أغلب القوانين بلبنان لا تطبق، نعمل قوانين ما منطبقها، نعمل قانون سير ما منطبقه، نعمل قانون إيجارات ما منطبقه، وقانون تدخين كمان أكثر. قانون تدخين الحجة يلي عم يستعملوها بالأخص وزارة السياحة وزارة والناس إنه هيدا بضر المسياحة، ما فينا بقى نسمح إنه يكون في قوانين بلبنان والمواطن يعتبرها استنسابية ويطبقها استنسابيا. بالأخص إنه النواب اللي هني أصدروا القانون مجلس النواب هني بدخلوا مجلس النواب وهني بدخلوا بالمطاعم. بتوجه أكتر شيء للأهالي، لأنه بتصور هني الأهالي اللي يكون لازم يكونوا عندهم أكتر شيء كونسيانس إنه يحموا أولادهم ويحموا أولادهم خلال القانون تبع 174، وهذا الهدف تبع القانون. وكل الكامباني هي هدفها إنه نرجع نشجع الدولة ونشجع وزارة السياحة ووزارة الصحة إنه تطبق القانون 174، لأنه هيدي الوحيدة القانون اللي بيحمي الأولاد من مضار التدخين. الحملة الوطنية بدأت من المدارس، حيث شارك 100 طالب من مدرستين وقدموا 50 مشروع بيهدفوا إلى مكافحة التدخين، وتنافس الطلاب على جائزة أنطوان وميرفا كيروز. عم نحكي عن 2 دوبومو، هن أهم شيء بالجسم، فهداك الواحد اللي يدخن هدا بيصير أسود كله، وحكينا إنه عن الدخان شو فيه بقلبه، بس أكتر شيء فيه عن سم الجراثيم. ببروجي عاملة ميلتين، ميلة عن أشخاص اللي ما بيدخنوا بيعيشوا حياة أطول وما بيكونوا مأذيين بشي قلبهم وما بيكونوا منيح. هون عاملة بارتي اللي بيدخنوا. مشروع بيحكي عن عالم ما بيهمه القانون 174 يلي نحقي وهمه بس بمصريات. أعلن عن إطلاق الحملة ببيت المحامي تحت هاشتاج هرجة للبلد، وهالحملة ذات الأوجه الصحية والبيئية والأخلاقية تتطلب تنفيذ قانون تتساوى بين الدول الأخرى الحريصة على صحة مواطنيها. أنا جيت أدعم بنتي، عرفتي، لأنه بنتي مشتركة وبنتي أصلاً على طول بتطلب مني أنه أنا كمان وقف التدخين، فجربت كذا مرة وقف التدخين وما كانت عم تزبط معي، بس من بعد يلي صار اليوم بتصور أنه يمكن رح تزبط. رح نجرب نكب العلبة اليوم. هيدي الآفة ما نجرب نخلص منها، وما في عنا خلاص غير بالقانون 174 يلي هو بعده بجوارير الدولة، طلعوه شوي ورجعوا خبوه بالجرور. فنحن هلأ مهمتنا أنه نساعد يطلع هالقانون من الجرور ويتنفذ 100%. للأسف هو هيدا أهم قانون، بس للأسف ما حدا عم بيطبقه. يعني أنا موظف بشركة، ما في يعني ممكن من بين 100 موظف ما في غير أنا وواحد تاني ما بندخن، يعني عم بضرونا وبضروا حالنا، ما في أنا عم يتطبق. بليز ما بقى تزعجونا، أنا عم بضرونا. أنا قلبي مولع بالدخان، السيجارة بعشر نسوان.
بزيادة.